حاج احكينا عن الأوضاع اللي بتعيشوها في محافظة شمال قطاع غزة، عن الجوع اللي بتعيشوه في شمال قطاع غزة. عايشين في جوع كامل، ما فيش عندنا جنس الخضرة ولا جنس الخبز، والله معناش مصاري نشتري طحين وذرة والشعير اللي بكلون الحمير، معناش مصاري نشتري، واحنا مش قادرين نعيش. وانا بطلع من الدار الصبح بروح في الليل والاولاد نايمين عشان بيشوفونيش، الاقي لي حبه حلوه ولا حبه تمره كلها، وان ما لقيتش انا بنام جعان. احنا عظمنا، احنا صرنا عظم، احنا صرنا من العالم الثالث، احنا جعانين، احنا لاقين اكل لا احنا ولا اولادنا، وبنطلب ان العالم الحر يحافظ علينا ويسندنا على لقمه العيش، لانه ما فيش عندنا لقمه عيش. احكي لي ايش اطفالك بيسالوك لما تروح البيت، وايش بيطلبوا منك يعني لما تروح؟ بيطلبوا مني معلقه رز، لو معلقه واحده اللي يحشي فيها المعده، لو معلقه واحده، ولا حبه تمر، ولا يابا حبه حلو، حتى حلو في السوق ما فيش حبه الحلو بشكل، وما فيش حبه حلو، مش لاقيين حاجه ياكلوا ولا يعيشوا.